سلام. اهلا وسهلا. كيف حالك يا دكتور؟ يا دكتور انا عندي مشكله، ان شاء الله اشوفها لها حل عندكم. قول يا رب. انا لما اغمض ما اشوف. يا رب لما تغمض كده وتيجي تفتح ما تشوف؟ ما اشوف، حتى لما اسكر كده ما اسمع. ده عصب بقى. ايش الحل؟ لازم تروح لما تسكر الاذن. اساسا انت بتلعب في ودنك في حاجه هنا؟ لا لا لا، قول الصراحه بس بدل ما اضرب. ما العب الحين، اغمض كده ما اشوف، ماني شايف. ما انت لو غمضت مش هتشوف. يلا، ما انت عايز لما تغمض شايف وانت مغمض؟ ما ادري، في واحد قال لي ممكن مرض هذا. لما تغمضت كده؟ اي. طب ولما تفتح عينك ما تشوف؟ لما اغمض ما اشوف، لما افتح اشوف. ايش الحل؟ ها؟ شيء طبيعي، لو غمضت يا ابني مش هتشوف. ما انت فكر ايه يعني، انت في حد لو غمض بيبقى شايف؟ ابو لما غمض اشوف. ولا تشرب حاجه عندي هلا؟ شرب؟ مفيش حاجه اسمها تغمض تشوف يعني ايه؟ والله ما ادري يا دكتور. مفيش حاجه اسمها غمضت يبقى مش هتشوف. حتى لما امشي رجلي تتحرك. يا راجل روح يالا، روح يالا، انت جاي تروح عليا.